بعد ما تابعنا سباق المعلوماتية الثاني رح نتعرف سوا على مين الفريق الفائز ضمن هذا السباق. فريق استطاع من خلال مشروع أنه يقدم فكرة لتوفير الوقت بالانتظار طوابير طويلة، إن كان بالمؤسسات بالبنوك أو حتى بالكهرباء. شو هي الحلول اللي قدمها هذا الفريق؟ هو فريق كيو لاينز، رح نتعرف أكثر عليه مع ضيوفنا وهنن طلاب سنة خامسة علي حمو ووسيم حبش. يسعد صباحكم، مبروك، اهلا وسهلا فيكم. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير علي. صباح الخير وسيم، اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبداية مثل ما ذكرت سلمى أنه اليوم مشروعكم هو بخص هالعجقة وهالطوابير يلي منشوفها، وخاصة يمكن بالمؤسسات الحكومية والعامة. خلينا نحكي كيو لاينز، شو هي فكرته أو لمين بيتوجه تحديدا؟ كيو لاينز هو فكرة بداية كانت أول شيء مشروع عبارة عن تطبيق موجود على الأندرويد وعلى الآي أو إس. بداية أنا بحب نوه لشيء أنه أي فكرة ينبع نجاحها وأهميتها وتميزها من كونها قابلة للتطبيق على أرض الواقع. مهما كانت الفكرة معقدة، بس إذا كانت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع فبالتالي الفكرة رح تبوء للفشل. أما إذا كانت الفكرة مهما كانت بسيطة ويسيرة، إذا كانت بتحل مشكلة على أرض الواقع فهي بالتالي رح تنجح ورح تلاقي رواج بشكل كتير كبير. كيو لاينز فكرة وجدت لتحل مشكلة الطوابير، الطوابير سواء مثل ما تفضلتوا بالقطاعين الخاص والعام، سواء بمؤسسات الكهرباء والاتصالات. نحن الكل منعاني من هالمشكلة هاي، فلذلك كيو لاينز اجى لحل هالمشكلة هاي. تمام. يعني رح نتعرف يمكن اكثر عن التطبيق، ولكن خليني احكي شوي عن الفريق. انتوا اثنين فقط. تمام. مثل ما شفنا بالسباق فرق متعددة وافكار متعددة. حكى شوي وسيم عن انه توفير الوقت. يمكن كيف فكرتوا بهذا الشيء؟ هلا نحن فينا اذا بدك نعمل مقارنه صغيره مع الطريقه الموجوده حاليا او النظام المعتاد. يعني اذا بدك تتخدم بشيء مؤسسه ونظامنا شو عم يعمل، الفرق راح يبين لك اهميه المشروع والحل اللي نحن راح نطلعه بهون يعني للمجتمع. هلا الطريقه الاعتياديه انه سيناريو الاعتيادي او الروتيني، فيني احكي لك مثلا انا بنزل على مؤسسه ما بستنى على دوري، احتمال ضل ساعة ساعتين ثلاثة لحتى أحجز دور لحتى أتخدم. ناهيك أنه أنا ما بعرف شو الأوراق المطلوبة بالأساس للخدمة، لأنه نحن بنلاحظ مثلا من كل شهر لشهر تختلف الأوراق لخدمة معينة. تمام. مثلا دفع فاتورة بيجوز ما فيكي مثلا أنت تدفعين حدا غيرك بشكل عام. يعني إضافة أنه مثلا الزحمة اللي عم تصير والمشاكل اللي عم ناتج هالزحمة شو عم يصير. هلا بالنسبة لكيو لاينز نحن حلينا هالمشكلة هاي، أنه أنت من البيت بتفوتي على التطبيق بيعرض لك الفروع تبع التطبيق، يعني من اقرب فرع لك لابعد فرع. بتفوتي على الخدمات اللي بالتطبيق، الديسكريبشن تبع الخدمات هو عباره عن الاوراق المطلوبه للخدمه هاي واذا فيك انت او لا. بتحجزي دور بيعطيكي وقت تقريبي. تمام. وبس توصلي على المركز نحن بنكون مخزنين بالتطبيق. بعد ما انت تحجزي باركود بس تروح على المركز بياكد لك موظف التيكتات وبفوتك على الدور. هي قديش مريحه وسهله، ويعني ما بيصير دائما بنصير بنقول انه خلص يلا رح اجل هالورقه لبكره لبكره ما عندي وقت اوقف بالطوابير. خلينا نروح نتعرف ضمن هالبرومو الصغير عن كيو لاينز، وبنرجع بنشوف مع علي كيف فينا نطبقها من خلال قعدتنا بالبيت وعلى ارض الواقع. هل تعلم أن الفرد يمضي ما معدله 6 أشهر من حياته في طوابير الانتظار؟ ليس بعد الآن. نقدم لك كيو لاينز، تطبيق إدارة الحشود وتنظيم المواعيد باللغة العربية الذي سيسهم في توفير وقت الانتظار عند جميع مقدمي خدماتك، بدلا من أن تصحو باكرا جدا لحجز موعدك في طابور الانتظار. تستطيع الآن من موقعك وقبل مغادرة سريرك القيام بعملية حجز الدور بما يناسب موقعك، وسيقوم التطبيق بإخبارك بالوقت المتوقع ليحين دورك في طابور الخدمة، وسيصلك تنبيه قبل موعدك مباشرة على هاتفك الذكي لتذكيرك به. ولكن ماذا لو علقت في الزحام المروري وخشيت أن يفوتك دورك؟ لا داعي للقلق،
فتطبيق كيو لاينز سيرسل تنبيها لمقدمي الخدمة للحفاظ على دورك، وسوف تتمكن من تسجيل ملاحظاتك وآرائك عن الخدمة مباشرة عن طريق نظامنا الذكي. كيو لاينز، الحل الأمثل لإدارة الحشود. يعني مثل ما شفنا هيك مختصر مفيد يمكن عن الفكرة، خلينا نبلش معك علي وتشرح لنا شوي بشكل عملي عن التطبيق. طيب ماشي. هلا هون أول ما أنا بفتح التطبيق بيعرض لي الشركات اللي مشتركة عندي بالتطبيق، سواء شركات الاتصالات أو تبع تحويل المال أو البنوك بشكل عام. أنا مثلا بدي فوت على شركة اتصالات على سبيل المثال، بيعرض لي هون الفروع تبع الشركة من أقرب فرع عندي لأبعد فرع حسب اللوكيشن اللي أنا موجود فيه. تمام. وانت عم تحرك على الموبايل بس على الكاميرا اذا بتريد مشان يشوفه. تماما. هون بنرجع بالسيناريو، اول ما بفتح التطبيق بيعرض لي هون الشركات المشتركه عندي. مثلا انا بدي فوت على شركه اتصالات على سبيل المثال، بيعرض لي الفروع تبع هالشركه من اقرب فرع لعندي لابعد فرع حسب اللوكيشن الموجود فيه انا. مثلا انا بدي فوت على فرع الميدان، بما انه انا مثلا بيتي بالميدان، فوت بيعرض لي هون السيرفيس الموجوده بالفرع. ف الديسكريبشن تبع هالخدمه هي عباره عن الاوراق المطلوبه لي، تماما مثل ما ذكرنا سابقا، انه مشان ما انزل مره لحتى اعرف شو الاوراق وانزل مره ثانيه لحتى اتقدم. مثلا بس احجز دور بيطلع لي الوقت التقريبي، مثلا بيحكي لي انه 10 و7 دقائق لازم اكون هنيك. خلينا نضوي الشاشه بس. يلا اوكي تمام. بيطلع لي مثلا 10 و7 دقائق لازم اكون هنيك، فانا بس اكدت الحجز بولد له هون باركود. هالباركود ليش احنا عملناه؟ مشان عمليه التاكيد بس يوصل على الفرع المطلوب، يعني على المركز المطلوب. نعم. تمام. طبعا هالباركودات نحن موفرينه اوف لاين اون لاين. ليش هالشيء؟ اذا ما عندك نت. تماما، لانه نحن بالشارع هون ما عندنا نت، فانا بالبيت بحجز بس روح لهنيك انا مخزنه عندي بالتطبيق، فما في داعي للنت بالاساس. فنحن مخزنينه هون بشيء اسمه بروفايل، هو عباره عن حجوزات اليوميه عندي، بس فتت عليه بيطلع لي الباركود. هلا هون انا حجزت واموري كلها تمام. هلا انا طيب ماشي، رحت وتاخرت مثلا بالطريق، صار في زحمه او كذا، نحن بنبعث له نوتيفيكيشن للتطبيق او لصاحب الخدمه انه انت بدك تاكد ولا ما بدك تاكد. طيب انا مثلا بدي اتاخر، مثلا نحن بنعطيه ثلاث اوبشنات. مثلا اول واحد انه مثلا بدك تاخر ربع ساعه، نص ساعه، ساعه. تمام. وعلى هالاساس نحن بنعمل انزياح للوقت تبعه. تمام. هلا هون نحن بشكل عام، طب اذا تاخر اكثر، هلا اذا تاخر اكثر وما راح عليه، نحن ما بنضيفه على الدور الاساسي اللي بين ما يروح على المركز وياكد لنا الحجز. أوكي. تمام. حلو. هلا نحن هون بالنسبه للمستخدم نحن خلصنا، انا وصلت هون للشركه. تمام. نحن عاملين ابلكيشن ثاني لموظف التيكتات. تمام. عندنا هون كمان سيناريوين. تمام. اول سيناريو شو هو؟ انه انا في عالم عم تجي لعندي على الشركه ما انا سمعانه بالتطبيق بالاساس، فاكيد ما راح احكي لهم ما راح اخدمكم، لا انا راح اخدمهم بس باولويه اقل. ففوت نفس الشيء مثلا على الزبون العادي، بيطلع لي شو هون الخدمات الموجوده بالمركز، مثلا دفع فاتوره، شراء خط، اللي هو مثلا انا بدي ادفع فاتوره. تمام. دفع فاتوره، بدي احجز، طبع لي هون ورقه وحطه بالدور وطلع لي هون على الشاشه الدور تبعه. تمام. رقم الدور. تمام. هلا بنلاحظ شو الفرق بينه وبين الزبون تبع عن طريق التطبيق. هلا عن طريق التطبيق انا بفوت هون عن زبون كيو لاينز. تمام. بيطلع لي هون شاشه مشان امسح الباركود. تمام. بس انا مسحت الباركود بيطبع لي الدور تبعه وبيضيف لي على الشاشه. تمام. هلا هون نحن ضفناه على الشاشه، بس اذا لاحظتوا معي اول شيء اللي ضفناه اول شيء كان 300، اللي اجى عن طريق التطبيق نحن ضفناه باولويه اقوى. ليش؟ انه هو جاي عن طريق التطبيق، فضفناه نحن اول شيء. تمام. هي عم نشوف على الشاشه. تماما. رقمه 200. اوكي. تمام. واللي اجى عن يعني اجى بزبون عادي اولويته اقل، فراح ثاني يعني مرتبه ثانيه. هلا هون انا وصلت لهون، صار مثلا الموظف بده يستدعي الزبون، بس بكبس له طلب الاسم التالي. نحن طبعا عاملين ابلكيشن واحد، نحن هالنظام راح يكون جزء فيه مركب على المركز كمان مشان النظام الصوتي والشاشات بشكل عام. بس انا ناديت له بيروح لعنده بيتخدم.
تمام. خلينا نرجع منشوفهم على الكمبيوتر التطبيق ننفذه على الكمبيوتر، ولكن خلينا نروح عند وسيم. وسيم عن جديد يمكن هذا التطبيق او الابلكيشن، اول شيء خلينا نفسر للعالم هي بتمشي على كل انظمه الموبايلات، ثاني شيء يعني مين ما كان فيه يستخدمه وكيف بيتم التعامل بينكم وبين الزبائن. تمام. هلا هو جماليته انه موجود على النظامين الاندرويد والاي او اس، فهو بيدعم كل الانظمه اللي موجوده مع اغلب الناس. الشغلة الثانية الحلوة اللي فيه نحن عاملين تسجيل حساب فيه بشكل كتير بسيط، يعني غالب الناس ما عندهم إيميلات أو ما بيعرفوا يتعاملوا معه بشكل كتير كبير، لذلك نحن عملنا التسجيل عن طريق رقم الهاتف. نحن مجرد ما دخلنا رقم الهاتف بيصل رسالة للشخص، رسالة عادية فيها رقم تحقق، بدخل هذا الرقم وبتلقائيا صار في عنده حساب. فبالتالي نحن سهلنا موضوع الحجز وانتشار التطبيق لكل شرائح المستخدمين. بالنسبة للشركات أيضا الموضوع ما لح يكون مكلف كتير لإلهم، بس مجرد رح يكون عنده طابعة وجوال أندرويد، أي جوال ممكن يركب عليه الأبليكيشن اللي حكى زميلي علي، وشاشة وموظفين بيكون النظام جاهز. علما الأنظمة الحالية أو الموجودة سابقا كانت بتكلف كتير وإلى معدات خاصة، أما نظامنا هو بيتفاهم وبيتعامل مع الأجهزة الموجودة حاليا. طيب وسيم خلينا نحكي شوي تفصيل. هلأ عادة أغلب الناس اللي بيراجعوا قطاعات، إذا حكينا على القطاعات الحكومية، البعض منهم أساسا ما كتير عنده نفس القدرة على التعامل مع تكنولوجيا، أنه ينزل تطبيق على الموبايل ويتعامل معه. هل رعيتوا هذا الشيء بحيث أنه يكون في طريقة وصل أو موظف مثلا إذا كانت هاي الخدمة هي موجهة لقطاع حكومي، طريقة تسهيل، باعتبار هلأ شفنا النافذة الواحدة اللي موجودة حاليا من خلال مفعلة، ولكن حتى هي النافذة الواحدة في كتير أشخاص ما بيعرفوا يتعاملوا معها، كيف ممكن تراعوا هاي الشريحة؟ هلأ نحن بداية في عنا طريقتين لحتى ندخل الشخص على الطابور. أولا إذا كان بيعرف بالتطبيق فهو لح يدخل مثل ما شفنا عن طريق الباركود، ولكن في عنا طريقة تانية إذا كان شخص ما بيعرف بالتطبيق لسه فهو نحن لح ندخله، ولكن لح نوهله بشغلة إنه أي شخص إجى على موعده لح يتخدم قبل منه. فنحن بشكل غير مباشر عم نزرع قيمة ومبدأ اللي هي الالتزام بالمواعيد. خليهم يتفعلوا بالكمان تماما، فهو تلقائيا الشخص لح يقول لا أنا لح نزل التطبيق وتاني مرة لح أحجز موعد وإجي على موعدي، لأنه شاف ثمرة الاتيان على الموعد شو هي. تمام. علي رح نرجع لعندك ونشوف سوا على الشاشة كيف فينا ننفذ التطبيق على الشاشة من خلال الكمبيوتر إذا بتريد. تماما. وخلينا نشرح بطريقة أسلس وأسهل كيف يون الناس ينزلوا كيو لاينز على الموبايل أو على اللابتوب. تماما. هلا بنحكي هلا نحن مثل ما ذكرت إنه نقطة إنه في بعض العالم ما بتعرف كتير بالتكنولوجيا أو ما إنه كتير إلا مراقبة القصص، فنحن عاملين واجهات كتير بسيطة وباللغة العربية. تمام. نحن عاملين واجهات باللغة العربية وكتير بسيطة، مثلا يعني شركة الاتصالات بيكون مثلا اسم الشركة بشكل عام، فما بدها التعقيد مثلا يروح على غير تطبيق أو كذا، فبس بيطلع له هون كل شيء شركات عنده. تمام. فتت أنا على الشركة بيطلع لي هون الفروع، يعني نحن ما أنا معقدين الموضوع أنه مثلا بده يروح على غير واجهة أو مثلا بده يطلع من تطبيق لحتى يفوت، نحن حاطين كل شيء بشكل بسيط مشان يعني العالم اللي إله معرفة بالتكنولوجيا والعالم اللي ما له معرفة بالتكنولوجيا. فأنا بس فتت على الفرع يعني بشكل عام يعني كتير واضح وكتير بسيط إنه مثلاً بيطلع لي الخدمة إضافة لشو للشرح تبع الخدمة، بس فتت عليه هون بيطلع لي بقى الأوراق المطلوبة إلها. تمام. تمام. هلا هون مثل ما ذكرنا إنه عملية حجز الدور، حجزنا هون الدور وخالصين هون كل شيء مثل ما حجزنا قبل. هلا منجي لهون على الشاشة. أنا لحد هلا فدت مين الزبائن بشكل عام. طيب انا الشركه شو فت انا؟ تمام. هلا هون اول شيء الشركه، انا بعد ما اخدم الزبون نبعث نوتيفيكيشن نحن للزبون مشان شو يعمل؟ يقيم لنا الخدمه. فانا عن طريق هالشيء شو بعمل؟ بيصير عندي انا مدير الشركه او مدير الفرع داتا، هو تقييم عباره عن الخدمه وعن الموظفين اللي عندي. تمام. انا شو بستفاد من هدول؟ على سبيل المثال شو عندي اكثر خدمه تخدمت؟ تمام. او تم الطلب عليها، تم طلبها مثلا. نحن اذا بنلاحظ دفع الفاتوره على سبيل المثال باول كم يوم بالشهر كثير بتكون مطرقه، فنحن بنقترح للمدير الفرع شو؟ انه يا اخي زيد عدد الموظفين عندك تبع دفع الفاتوره، لانه انت بهالفتره من الزمن بحاجه. يوصلوا لاين مع البنوكه كمان تندفع بشكل دايركت اذا انا عندي حساب على البنك.
هلا اذا صار في هيك، هلا حاليا هون نحن ما عندنا دفع الكتروني، بس اذا توفر هون عندنا بالبلد فاكيد هو شيء عادي يعني نضيف وبصير بيدفع هو من البيت. تمام. هلا بس بدنا ننوه نقطه ثانيه كمان، مثل ما حكينا انه نحن نستفاد من الداتا اللي عم تجينا. تمام. بنصير مطلع له احصائيات مثل ما ذكرنا سابقا، شو اكثر خدمه مثلا مطلوبة، مثلا عندي فترة زحمة مثلا بأول كم يوم بالشهر مثلا بالخدمة الفلانية، فزيد عدد الموظفين كذا. لفي شغلة تانية كمان، أنه أنا أول ما بدخل الموظف عندي على النظام بحط له المهارات تبعته. تمام. مثلا بيعرف إكسل وورد، هالخدمة مثلا تطلب وورد إكسل بشكل عام سكيل تبع هالخدمة هاي. فأنا بس دخلتها على مدار شهر، شفت الزبائن مثلا زبون عم يتخدم عند هالموظف بعشر دقائق، بس شفت زبون عم يتخدم عند موظف تاني بربع ساعة. فشو بلاحظ؟ انه في تأخير زمني. شو بصير بقترح النظام؟ انه يا اخي شوف الموظف الفلاني اللي عنده السكيلز الخاصة بهالخدمة، بجوز في عنده مشكلة بوحدة من هالسكيلز. فصير النظام بيقترح لمدير الفرع انه افتح كورس لهالموظف اللي هو ضيفي. نعم. يعني مثل ما شفنا أفكار كتير عم يطرحها ومفصلة، يعني تفاصيل كتير مثل ما عم نشوف من خلال التطبيق اللي شرحه. خلينا قبل ما نختم معك وسيم نحكي، يمكن هل في شيء ببالكم لسه تطوروه أكتر؟ هلا هي يمكن النسخة المبدئية المشروع الأول، وهو بنسخته الأولى جدا يعني فينا نقول مفيد للزبون وللشركات، ناويين تعملوا شيء إضافي؟ هو أكيد نحن خلال 6 أشهر رح يكون في عنا كتير أفكار، من بينها انه نتيح للمستخدم يقلنا هو بده يركب سياره ولا دراجه ولا بده يروح مشي، لحتى نقدر له الوقت بشكل صحيح. ممكن حتى نركب حساسات بمناطق معينه لحتى نختبر اذا في زحمه ولا لا، لنقدر الوقت بشكل اكبر. نحن الغايه اخر شيء المستخدم خلال دقيقه او دقيقتين يتخدم وما يطول ابدا ضمن المؤسسه او الشركه. هو بس بالنهايه كيو لاينز هو تفعل ولا هو لسه ما تفعل؟ هو ما صار تحت الضوء. لا لسه حاليا تماما. لا. كيف بس بالختام كيف تكون تسوقوا للشركات تعرفوا عليه أكثر؟ هي المرحلة مرحلة طرح المشروع أو الابليكيشن، كيف تكون تعرفوا المؤسسات والزباين بشكل أكثر عليه؟ هلا نحن مركز التدريب والتوظيف قدمنا فترة حضانة للمشروع هي 6 أشهر. أوكي. خلالها رح نطور المشروع بشكل كتير كبير. أوكي. ورح نقدم له التسويق سواء بالسوشيال ميديا أو غيره حتى إن شاء الله بيشوف الضوء عن قريب العاجل. شكرا كتير علي. العفو. على الأفكار. شكرا وسيم. شكرا كتير علي. شرفتونا. أكيد نحن بنفتخر وبنرفع راسنا بهيك عقول نيرة يمكن بتشتغل على راحة المواطنين. شكرا كتير لكم شباب. شكرا كتير لكم لأنه استضفتونا وأعطيتونا فرصة لحتى نحسن نوصل تطبيقنا لأكثر عدد ممكن من الأشخاص. ناطرينكم نحن وقت بيشوف النور الابليكيشن إن شاء الله. أكيد هالشيء. شكرا. شكرا لك يعني. علي شكرا وسيم. وأكيد الوقت هو أهم شيء بحياتنا، ونحن صرنا بزمن الوقت كتير عم يسرقنا من تفاصيل، فشكرا أنه لقيتوا فكرة توفر هذا الوقت والنطرة. شكرا لوجودكم.